حارة الخبازين إضافة جديدة تضاف إلى رصيد فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الجديدة، تحكي لنا عن مخبوزات الدول الأخرى ومذاقها الشهية. التفاصيل في التقرير التالي. أثناء تجولك في أيام الشارقة التراثية لن تخطئ حواسك رائحة المخبوزات الشهية والمقدمة في أحدث إضافات الأيام والمعروفة بحارة الخبازين. مخبوزات طازجة تأخذك إلى عالم آخر، عالم الذكريات والشوق لخبز الجدات، لكنه ليس العالم الوحيد، فحارة الخبازين تقدم كذلك تجربة تذوق مخبوزات الدول الأخرى دون تكبد عناء السفر لها، ومن بين هذه الدول اليمن ومصر والبحرين، وبالإضافة للعراق وبالطبع دولة الإمارات الحاضرة وبقوة بخبز الرقاق والخمير والقيمات وغيرها من المخبوزات. مشاركتي جايبة الأكل اليمني، عندي بنت الصحن، عندي الخمير اليمني، عندي الملوحة اليمني، بعد ضفنا لقيمات، ضفنا خبز رقاق، وإن شاء الله نحن بادعين بنجيب الهريس، بنجيب الثريد، بنجيب الرقاق إن شاء الله بإذن الله. المخبوزات الطازجة ليست وحدها ما جذبت الزوار، فهناك من رأى فيها عالما جديدا من المعرفة، كما هو الحال مع الطفل عبد العزيز الذي انتهز فرصة الجلوس مع الأم حصة من الجمهورية العراقية ليتعرف منها على مكونات المخبوزات العراقية بل وحتى الأطباق الأخرى في المطبخ العراقي. استفادت أشياء كثيرة، والخاصة الله يحفظها خبرتني كيف أصنع، كيف يعني يصنع خبز العروق اللي هو عراقي، فحبيت أسألها. جربت القيمات وبراتة، وايد أشياء وايد لذيذة، وبعد التصميم وايد حلو، والاسم حارة الخبازين بعد جذاب وجميل، ويعني يعكس الأشياء الموجودة في دولة الإمارات، الأشياء الجميلة يعني. بحارة الخبازين وما تقدمه من تنوع كبير تؤكد أن أيام الشارقة التراثية دائما ما تجذبنا بجديدها في كل عام، لتكون بحق جسرا يجمع ثقافات العالم بما تحويه من تنوع وثراء، ومعها تفوح النسمات العطرة والذكريات لتراثنا الجميل وتراث العالم. إذن هي تجربة مميزة تتيحها الأيام لزوارها، فلا تفوتوا عليكم تجربة تذوق أشهى المخبوزات. شكرا حبيبتي، وبالعافية علي لأخبار الدار لمياء المازمي الشارقة.